في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران من تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في تنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري. العملية التي جاءت بفضل التنسيق المحكم بين وحدات المجموعة وبعد تكثيف التحريات وتتبع وترصد أفراد الشبكة، تم على إثرها وضع حد لنشاط إجرامي دولي يعتمد على نقل المهاجرين غير الشرعيين انطلاقا من المغرب وإدخالهم إلى الجزائر إلى حين الإعداد والتدبير والتحذير لتهريبهم عبر البحر. أفضت التحريات إلى توقيف 16 شخص، 15 من جنسية مغربية وجزائري الجنسية. مبلغ مالي من العملة الوطنية قدر ب 19,000 دينار جزائري. مبالغ مالية من العملة الأجنبية قدرت ب 1090 يورو و 60 درهم مغربي. 16 جواز سفر وهواتف نقالة. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ترك حول جناية التهريب الدولي للبشر، جناية تبييض الأموال، جناية عدم التبليغ عن جناية لتهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة مقابل منفعة مالية.